تعالوا بقى نروح لأخبار الأندية، وهنبتديها من عند النادي الأهلي وتحديدا من عند كابتن خالد بيبو مدير الكرة في النادي الأهلي، اللي حرص ان هو يطمن على ثلاثي الفريق كريم الدبيس، حمزة علاء، وأحمد نبيل كوكا، المتواجدين حاليا في صفوف المنتخب الأولمبي، عشان يحفزهم ان هم يكونوا بيقودوا الفراعنة لتحقيق الفوز على الدومينيكان. وهتبدأ طبعا منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 يوم الأربعاء اللي جاي، زي ما قلت لحضراتكم هتقام المباراة الساعة أو النهائية يوم 9 أغسطس 2024. هقول لكم الساعة كام تحديدا أول ما أعرف. ويلتقي منتخب مصر الأولمبي مع جمهورية الدومينيكان يوم الأربع اللي جاي في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية اللي بتقام مبارياتها في مدينة بوردو. كمان بتقام المباراة الثانية يوم 27 يوليو قصاد منتخب أوزبكستان، قبل ما يختتم بقى إن شاء الله الفراعنة المباريات بتاعتهم في الدور الأول قصاد أسبانيا، هتكون إن شاء الله المباراة دي يوم 30 من الشهر نفسه. نروح بقى لأحمد عبد القادر وكمان محمود متولي ثنائي النادي الأهلي، واللي تقرر ان هم هيغيبوا عن الفريق في مباراة بيراميدز اللي جاية في الدوري، وبيتغيب عبد القادر بسبب استمرار تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بيه عشان يقدر ان هو يتعافى من الإصابة بالجزع في الرباط الخارجي للركبة. بيأدي كمان جلسات علاج طبيعي وتأهيل في الجيم على هامش التمرين الجماعي. كمان بيعاني محمود متولي من إصابة بشد في العضلة الضمة، وتعرض ليها دي كان أثناء كمان مشاركته في التدريبات، وبيواصل تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بيه. وكمان أعلنت برضو لجنة الحكام باتحاد الكورة أسامي طاقم حكام مباراة النادي الأهلي وبيراميدز، والمحدد ليها إن شاء الله بكرة يوم الاثنين ضمن مؤجلات الدوري. مباراة النادي الأهلي وبيراميدز بيديرها طاقم حكام ألماني بقيادة الحكم الدولي فاليكس ديسفاير، وبيتكون طاقم التحكيم من ديسفاير وبيعاونه روبرت كيمبيتر ويان زيدال وكمان شلاجر حكم رابع. نروح للاعب النادي الاهلي كريستو، اللي اعلن الصفاقسي التونسي رسميا الحصول على خدمات اللاعب لمده سنه على سبيل الاعاره مع وجود بند حقيه الشراء في العقد المبرم ما بين الطرفين. اعلن الصفاقسي عبر الصفحه الرسميه الخاصه به، كتب مرحبا بكريستو في قلعه الاجداد، كريستو صفاقسي لمده موسم مع حقيه الشراء. لسه مكملين مع اخبار النادي الاهلي، واكدت تقارير صحفيه تونسيه تقديم النادي الاهلي عرض رسمي لنظيره فيرنس فاروش المجري لضم اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان، واللي بيستمر عقده مع الفريق لحد سنتين اخرين لغايه يوم 30 يونيو 2026 وفقا للتقارير الخاصه بما يتعلق بهذا الامر. ان اداره النادي الاهلي بتسعى ان هي تعزز صفوف الفريق في خط الوسط من خلال التعاقد مع بن رمضان خلال الفتره اللي جايه، وقدمت عرض للنادي الخاص بفيرنس فاروش بقيمه 2 مليون دولار، وبينتظر النادي الاهلي في الوقت الحالي الاداره ان هي ترد عليه في العرض المقدم.